يمكن امبارح كان في حالة من الاهتمام الشديد جدا بالمؤتمر الصحفي العالمي، المؤتمر اللي عملته الحكومة وأعلنت فيه عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وإيه هي الخطط اللي هتعكف عليها الدولة وهتشتغل عليها الدولة خلال الفترة القادمة، وده طبعا تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نهاية رمضان. المؤتمر يمكن قدم تقييم كامل، كان في حالة من الشفافية بكل الخطوات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت واللي هتتم كمان أيضا خلال الفترة المقبلة، ووضع خارطة. الخارطة دي هي خارطة طريق للفترة القادمة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية وحالة التضخم اللي موجودة في العالم ككل وسلاسل الإمداد وغيرها، يعني علشان يكون عندنا في حالة من حالات الشفافية بالتعامل مع الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة يا هدير. وأعتقد كمان في هدف رئيسي جدا من ده يكون كمان في نوع من أنواع التشارك، ان انت بتشاركي المواطن عشان يبقى على قدر من المسؤولية بما يحدث على الأرض. بكل تأكيد، وده نوع من أنواع الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عنه. صحيح. ويعني الحقيقة انه امبارح رئيس مجلس الوزراء اتكلم في اكتر من ملف، ملفات هامة اعتقد كل الناس كانت مستنية تسمع عنها، ويمكن اهم هذه الملفات مسألة تحفيز القطاع الخاص والصناعة. وكان في ترحيب كبير من كل رجال الصناعة والمستثمرين بالقرار اللي أعلن عنه أمس الدكتور مصطفى مدبولي، وهو إنشاء وحدة في مجلس الوزراء هتكون تحت إشرافه المباشر. مهمة هذه الوحدة هي أنها تحل أي مشكلة تواجه المستثمرين. الوحدة دي كمان هتساعد في أنها يتم فيها إصدار التراخيص الصناعية في 20 يوم بس، وده يمكن كان بيعطل المستثمرين. أعتقد أن ده إنجاز كبير جدا، وهيسهل على المستثمرين مسألة الإجراءات الكثيرة اللي كانت موجودة. يعني خطوة على الطريق الصحيح، فكرة الاستثمار وأهمية الاستثمار في الوقت الراهن، وفكرة فتح أفاق جديدة لجذب رؤوس الأموال. ده غير أن كمان رئيس الوزراء قال أن 65% من مشروعات الدولة دي هيتم طرحها للقطاع الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة. يعني في حالة من التشارك للجميع، الدولة بتفتح ذراعيها للجميع علشان يكون يعني عملية الإنتاج هي عملية تشاركية، وده معناه أن القطاع الخاص هيكون هو قاطرة التنمية الحقيقية في مصر خلال الفترة القادمة بشكل واضح جدا. وكمان هيتم إصدار قانون، القانون ده هو قانون جديد للإعفاء من المشروعات، لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الأعباء الضريبية. وأعتقد مسألة الصناعة هنا هي خطوة مهمة جدا برضو اللي احنا نفكر فيها عشان نكون دولة منتجة في ظل الأزمات اللي موجودة. بكل تأكيد مسألة توطين الصناعات شيء غاية في الأهمية، وفي إجراءات كتير بالتأكيد هتتعمل علشان تكون يعني دفعة قوية للاقتصاد المصري، تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء بنتكلم على الاستثمارات المحلية أو كمان الأجنبية. مسألة أنه نزود الإنتاج وكمان نشتغل في مسألة الصادرات. كان في كمان امبارح مجموعة من التصريحات المطمئنة جدا، ويمكن من هذه التصريحات أنه لأول مرة السنة دي هيكون عندنا محصول قمح 10 مليون طن. دي حاجة مطمئنة، ويمكن احنا شفنا ده مش فكرة كلام، عندنا 10 مليون طن ده يمكن إجمالي ما تم زراعته من قمح في مصر يا هدير، لكن الدولة كمان بتستهدف ان هي تضم 6 مليون طن داخل الصوامع الحديثة للتخزين، واعتقد ان دي هي خطوة مهمة ايضا، وتم يعني السير فيها من خلال مجموعة من المحفزات للمزارعين والموردين علشان نقدر اللي احنا نحقق الرقم اللي الدولة حددته. مش فكرة كلام بيتقال أو فكرة شغل يعني هنعمل كذا، لأ، في فعلا إجراءات بتحصل على الأرض. ويمكن من يومين كنا في صباح الخير يا مصر بنتكلم على يعني ملء عدد من هذه الصوامع في عدد مختلف من المحافظات مقارنة بالسنة اللي فاتت، الوقت كان وقت سريع جدا، وده دليل على الشغل اللي بيحصل على الأرض. غير كمان ان عندنا احتياطي من السلع الاستراتيجيه بقى يكفينا لعدد من الاشهر، بدل ما كان موجود في الماضي 3 شهور، لا، كان في توجيهات من السيد الرئيس ان تزيد نسبه الاحتياطي الخاص بالسلع الاستراتيجيه تحديدا، وده دليل ان الدوله خصصت كمان مش بس فكره توجيه، لا، خصصت 130 مليار جنيه لمواجهه تاثير وأثار الأزمة على أسعار السلع، وده هينعكس على المواطن بشكل مباشر. علشان كده في حالة من حالات التفاؤل،
في احنا بنشتغل، احنا عندنا والدوله بتعمل، بس يبقى الدور ايضا على المواطن في فكره الحد وترشيد الاستهلاك، لان هي ازمه عالميه بشكل عام. بكل تاكيد اعتقد ان ترشيد الاستهلاك بقى واجب علينا جميعا، ويعني مساله برضه ارتفاع الاسعار حتى على الناس جميعا مساله ترشيد الاستهلاك. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.